خلونا نبتدي معاكم النهاردة بخبر جميل ومبهج وبداية جديدة لكل اللي بينال وبيفوز بالحج. النهاردة الفوج الأول من بعثة الحج المصرية وصل للأراضي للمدينة المنورة، البعثة الأولى للحج. الفوج الأول ضم حجاج لمحافظات الغربية والدقهلية والأليوبية بإجمالي عدد حجاج 1100 حاج. تم التسكين بأحد الفنادق المتميزة اللي تعاقدت عليها البعثة، والفندق موجود في المنطقة الشمالية المواجهة للمسجد النبوي الشريف. السنة دي كمان بعثة الحج بتقدم أو أعلنت كده أنه عندها خدمات جديدة ومميزة للحجيج سواء في الإقامة أو في التنقلات. إيه الجديد السنة دي بخلاف الصور الحلوة المبهجة اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا؟ واحنا عارفين طبعا التحدي الاقتصادي الكبير جدا وارتفاع الاسعار الشديد جدا، الا انه استاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزيره التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الاهلي ممكن يشاركنا بالتفاصيل وما الجديد السنه دي في بعثه الحج. مساءك خير استاذ ايمن، وكل سنه وحضرتك بالف خير. مساء الخير لحضرتك كافه المشاهدين، كل سنه ومصر دايما بخير يا رب. استاذ ايمن، يعني بحسب ما ذكرتم انه السنه دي في استعدادات مختلفه، قول لي الاول ايه المشكلات اللي كانت بتواجهكم السنه اللي فاتت؟ الزحام، التسكين، التنظيم، وايه اللي ممكن السنه دي يكون بيقدم تسهيلا على الحجيج اللي موجودين في الاراضي المقدسه؟ هو حقيقه البعثه في الحج السنه دي ليها طبيعه خاصه، لان الجميع يعلم ان موسم الحج السنه دي بيعود بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا. ففي ضوء قرار المملكة العربية السعودية اللي معدية شهر رمضان اللي أعلنت فيه عودة الاستقبال حجاج الخارج، بعدها بدأت الحكومة المصرية التنسيق والإعداد لموسم الحج حتى يتسنى تقديم أفضل الخدمات لحجاجنا. في تنسيق كامل ما بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة التضامن ووزارة السياحة ووزارة الصحة والاوقاف بشان تقديم افضل الخدمات للحج المصري، مع الوضع في الاعتبار ان الحفاظ على الاجراءات الاحترازيه والتباعد بقدر المستطاع فيما يخص اجراءات مناسك الحج هذا العام. من اجل ذلك ان احنا منفذين 20,000 حج، حوالي 25% من الحصه اللي كانت منفذه قبل جائحه كورونا. مصر كانت حصتها حوالي 78,000 حج، النهارده بنتكلم في 20,000 حج هيأدوا فريضة الحج هذا العام. فكل بعثة قامت باتخاذ إجراءاتها اللي بتضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاجها. النهارده كانت بداية جسر نقل الحجاج عبر الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج. النهارده أول فوج وصل المدينة المنورة فيما يخص حجاج وزارة التضامن ووزارة الداخلية المصرية اللي هي حجاج القرعة. الجميع كان في بعثة استقبالهم في الأراضي السعودية، وتم إنهاء كافة إجراءاتهم بسهولة ويسر ووصولهم جميعا للفنادق. وبنطمن أهالينا كلهم إن الحجاج الحمد لله تم تسكينهم في فنادقهم، والأمور يعني ماشية وفقا للمخطط للخطة والاستعدادات. في كم فوق تاني يا أستاذ أيمن؟ في أفواج حتى يوم 2/7 إن شاء الله القادم. تتابع للأفواج حتى هنتهي إن شاء الله يوم 2/7 بإذن الله السفر آخر حجاجنا فيما يخص أداء فريضة الحج هذا العام. كل سنة وحضرتك بألف خير، ونتمنى طول الوقت نسمع عن سلاسة الإجراءات وإنه سهولة الرحلة، وتبقى الرحلة كما قصد منها إنها تبقى سلسة وسهلة ويسيرة وممتعة وروحانية. بشكرك أستاذ أيمن عبد المجيد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي.